السلام عليكم. دفعت التحولات السياسية والفكرية التي تشهدها المنطقة العربية إلى طرح سؤال مركزي في الحراك العام الدائري على خلفية الانتفاضة: ما الأولى اليوم؟ حماية الهوية وتعزيزها أم انتزاع الحرية؟ ضمن إطار هذا السؤال تدور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، التي نحاول من خلالها الوقوف على الحاجة الأساسية للإنسان العربي في هذا الظرف الحساس من تاريخ المنطقة. أهلا بكم. تعيش الشعوب العربية بين حلم نيل حريتها الذي سقته بدمائها، وبين الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية التي تمثل جذورها الممتدة عبر التاريخ، في ظل التحولات والمتغيرات التي تعيشها المنطقة، محاولة الإمساك بحقها في الحرية ومتشبثة بهويتها التي قد تتعارض مع تلك الحرية. الحرية أم القيم، فلا يمكن للشعوب أن تتقدم أو تنمو بالشكل الصحيح دونها، فهي ليست ترفاً فكرياً أو مطلباً عابراً يمكن الاستغناء عنه، فهي تعبر عن حاجة الإنسان للتحرر من الاستبداد والظلم كما يراها العرب، وليست الحرية بمفهومها الغربي. فالأمة العربية حين تسعى إلى التحرر من دولة الاستبداد لبناء دولة المؤسسات مثلاً، تدرك أن الانتقال ليس عملية سهلة، بل هو انتقال صعب وعسير يتطلب زمناً ونخباً ووعياً كبيراً للمرحلة القادمة. ورغم التفاوت في مستوى غياب الحريات بين الدول العربية، إلا أن استطلاعاً للرأي أجرته شبكة بارومتر البحثية سجل نحو 50-75% من السكان في بعض الدول العربية يرون أن بلادهم أقرب إلى الدكتاتورية، لكنهم مع ذلك يسعون لإيجاد بصمة تميزهم عن غيرهم وتجعل لهم مكانة فريدة بين الأمم لتحقيق التميز والتقدم والارتقاء الإنساني الذي لا يمكن أن يكون دون وجود طابع فريد يميز كل أمة عن غيرها. ومن هنا تبرز حاجة الشعوب إلى ترسيخ مفهوم الهوية. التسارع التكنولوجي والعولمة والانفتاح الحالي شكل حالة من الاضطراب والتشتت التي تصيب الإنسان حول حقيقة أدواره في الحياة. لتبقى تساؤلات الأولوية بين الحرية والهوية مطروحة في الساحة العربية، لكن السؤال الأهم والأكبر: هل تمتلك الشعوب العربية خيار الاختيار حول الأولوية أو الجمع بين الحرية والهوية في ظل الأحداث والصراعات التي تمر بها المنطقة العربية وتأثيراتها السلبية على خيارات الشعوب؟ هذا الموضوع نبحثه مع ضيفينا من لندن عبر سكايب، الأستاذ زهير سالم المدير مركز الشرق العربي، وأيضا من طرابلس لبنان عبر سكايب الدكتور أسامة كبارة رئيس مركز التنمية البشرية ودراسات الشرق الأوسط. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأنا من لندن، أستاذ زهير، هل يملك بداية العرب هوية محددة موحدة واضحة المعالم؟ ثم بعد ذلك لو أذنت لي أن يكون السؤال مركبا، هل يمتلكون الوعي بهذه الهوية أو الهوية؟ حياكم الله، تحية لكم وتحية لضيفكم الكريم ولمشاهديكم جميعا، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. حياكم الله. يعني سؤال الهوية وجعله في حالة مزاحمة بينه وبين الحرية على مقام الأولوية، أنا أظن أنه هذه المقارنة ليست في سياق، يعني الحرية والهوية متكاملان وليس متناقضان، يعني لا نستطيع أن نطرح. أستاذ زهير، يعني أرجو المعذرة عن المقاطعة، طبعا هذا الموضوع ستتحدث فيه بشيء من التفصيل، لكن عندما يحين أوانه في بعد الفاصل، لكن الآن نحن مضطرون لبيان موضوع الهوية قبل أن أتي على المقارنة بعد ذلك. الهوية بالنسبة لي، عندما نتحدث عن الهوية بالنسبة لي، كل الشعوب لها هويتها، وبعض الهوية ما هو يعني نستطيع أن نقول الهوية الإجبارية أو الاضطرارية، يعني الإنسان عندما يولد على أرض في قوم من أبوين يكتسب منهم كثير من العناصر ومن الصفات ومن السمات ولا يستطيع أن يخرج من هذا، يعني هذا جزء من مكون الهوية. هناك الهويات المكتسبة التي يكتسبها الإنسان
نتيجة دراية وفكر وعقل، ومن هنا كل الهوية ذات الطابع الثقافي إذا صحت العبارة، الهويات الثقافية الجماعية. لا، الهوية يعني الثقافة الفردية لا تشكل الهوية، وإنما الهوية الثقافية الجماعية التي يكتسبها البشر في إطار مجتمعي معين، أيضا هذه تشكل ملمح من ملامح الهوية. الإنسان العربي لابد أنه في الإطار الجغرافيا العربية، إذا أردنا أن نتحدث، هناك هوية واضحة، واضحة المعالم، وعلى المستويين أيضا محاولات التشكيك في هذه الهوية لا ينبع من أو لا يأتي من معطيات موضوعية حقيقية، وإنما يأتي من افتراضات أو تشويشات خارجية، يحاولون أن يشككوا الناس في أنفسهم، في انتماءاتهم، فيما يؤمنون به. الهوية هي جزء من وجود الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون هوية وبدون شعور بالانتماء الحقيقي إلى مجموعة بشرية يعايشها ويعيش معها، يستفيد منها ويفيدها. ولكن المنطقة العربية الآن تتعرض لرياح غزو، ما زالت يعني خلال قرن من الزمان تحاول أن تشكك في كل شيء، وتحاول أن تفتت هذه الهوية، لأن هذه الهوية تشكل عقبة في محاولة هضم أو امتصاص هذه المجتمعات وتحويلها إلى مجتمعات بلا لون ولا طعم ولا رائحة. طيب، نعم. طيب أستاذ زهير، في السياق ذاته يعني الموضوع يكتسب أهميته من التطورات والتفاعلات السياسية والميدانية التي تشهدها المنطقة العربية، ومن ذلك إلى أي مدى العرب يمتلكون وعيا حقيقيا وعميقا بهويتهم وبالحاجة إلى المحافظة عليها؟ أسأل هذا السؤال معتمدا على ما نراه في الساحة من حالة اغتراب تصيب الشباب العربي في هذه المرحلة، يعني سواء من نزح إلى بلدان غير عربية أو حتى من هاجر إلى أوروبا إلى قارة أخرى. إلى أي مدى هناك وعي بهذه الهوية عند الشباب العربي اليوم؟ دعنا يعني نبسط الموضوع. يجب أن نقول نحن سمينا القرن العشرين أو أواخر القرن التاسع عشر عصر النهضة، وفي الحقيقة يعني كانت كلمة النهضة كبيرة على الواقع الذي كنا نعيشه وعلى الواقع الذي صرنا فيه. يعني لم نكن في عصر نهضة حقيقية، كنا خارجين، دعني أقول خارجين، من عصور مظلمة قليلا كنا نسميها عصور الانحطاط. لا أريد أن أقول بأن الوضع الشعبوي العربي مثالي وأن وعينا بذاتنا بقيمنا مثالية، ولكن إلى جانب محاولات النهوض، دعني أسميها محاولات الاستيعاب، وعي الذات، تحقيق الذات بعمل حقيقي، جاءتنا يعني عواصف التضليل وعواصف التخذيل وعواصف التشويه. هذه كلها يعني في وقت نحن نحتاج فيه إلى دعم النهوض جاءتنا تحديات محبطة، وبالتالي نعم نحن نعاني خلل على مستوى الوعي، الوعي الفردي والوعي الجماهيري. وهناك إذا أردنا أن نحلل هذا الخلل عوامل كثيرة يعني لا يمكن أن نحيط فيها، وليس الشيطان الرجيم فقط هو سببها، هناك عوامل حقيقية بنيوية في مجتمعاتنا تسببت بهذا الخلل. أقول هناك خلل، ولكن أيضا هناك وعي ما يمكن أن يعتمد عليه إذا أرادت أو وجدت هذه الشعوب فرصة حقيقية لتعبر عن ذاتها، لتنطلق في الفضاء، الفضاءات التي ينطلق فيها كل البشر. كل الشعوب لا تجد شعبا يتعرض لتحدي الحرية مثلا كما عاشه أهل العراق وأهل الشام وأهل اليمن وأهل مصر. ما لا يوجد شعب، كل العالم الحكومات أو الدول أو المجتمع الدولي يعين المشروعات الديمقراطية. عندما شاهدنا ربيع أوروبا الشرقية وجدنا سلاسة، تشاوشيسكو وفلان وفلان، كل هؤلاء الزعماء انهاروا بسلاسة كبيرة، ولكن عندما جئنا إلى بلادنا لنستمتع بما استمتع به الآخرون وجدنا هذه السيول من الدماء. هناك محاولات لإحباط مشروع وعي الذات، وهناك عندنا قصور
قصور، ولا سيما عند النخب المتقدمة منها. وأنا أتكلم عن نخب دينية ونخب مدنية، عند الطرفين هناك قصور في طريقة الخطاب الجماهيري الذي يستطيع أن يرتقي بالمجتمع لوعي الذات بطريقة حقيقية. نعم. طيب جميل، دعني أتحول إلى طرابلس لأسأل الدكتور أسامة. هناك نوع من، إذا صح التعبير، انتكاسة في مسألة الإحساس أو بالهوية أو إدراك هذه الهوية، يتمثل في العودة إلى الهويات الأولية أو البدائية، ثمة من يسميها الطائفة أو العشيرة أو القبيلة أو الحزب أو حتى العرق. ألا يعكس هذا أن هناك نوع، هذا التشظي طبعا، ألا يعكس أن هناك نوعا من عدم الإحساس وعدم الإدراك العربي بهذه الهوية، بهويتهم؟ يعني أنا في الحقيقة مبدئيا أريد أن أقول بأنني لم أستمع إلى حديث الزميل من بدايته لأسباب تقنية كما تعلمون، ولكن ردا على سؤالكم أنه أصبح هناك ارتداد إلى العشائرية والطائفية، الحقيقة أنا لا أجد أن هناك ارتداد إلى العشيرة أو إلى الطائفة، ولكن نحن أساسا لم نرتقي إلى مفهوم الدولة ومستوى الدولة. يعني خطأ كبير جدا أن نظن بأننا نحن كواقع عربي وكمجتمعات عربية وصلنا إلى مستوى الدولة. نحن لم نصل إلى مستوى الدولة منذ انهيار الدولة العثمانية، يعني كانت هناك محاولات لقيام دولة، ولكن نحن إذا رجعنا إلى التفسير الخلدوني، تفسير ابن خلدون، وارتقاء المجتمعات إلى مستوى دولة، نحن ما زلنا في المستوى ما دون الدولة، يعني نحن في مستوى العشيرة ومستوى القبيلة ومستوى الطائفة، ولم نصل بعد إلى مستوى الدولة التي نتحدث عنها والتي تمنحنا الهوية بمفهومها السياسي المعاصر حاليا، لأن الهوية هي كمصطلح ليست مصطلحا قديما وإنما هي مصطلح جديد. من هنا أنا لا أتفق مع قضية الارتداد إلى مفهوم العشيرة إطلاقا، ولكن حتى يعني حتى إذا حتى لو نحينا حتى لو نحينا عبارة الارتداد جانبا، هل ترى أن هناك تصادما ما بين الانتماء إلى العرق، هذا الانتماء العصبي الذي نراه اليوم بعد الانتفاضة العربية في مجمل الدول العربية التي شهدت حراكا، هل ترى تصادما بين الانتماء العصبي للهوية للعرق أو للجماعة أو للقبيلة مع الهوية العربية الجامعة؟ يعني حتى هذا السؤال في الحقيقة أنا أتوقف عنده بشيء من الملاحظات. يعني أساسا قضية أنه أن نتحدث عن فكرة قومية عربية ووحدة عربية، الحقيقة فكرة القومية العربية والوحدة العربية هي لم تتحقق، يعني كانت هو عالم افتراضي تمنيناه وأحببناه وعشنا أجمل الأغاني وأجمل الأعمال، يمكن المسرحية والخطابات في السياسة التي تتحدث عن الوحدة العربية والقومية العربية، ولكن من حيث طبعا ليس في سؤالي أي إشارة إلى القومية العربية. طبعا دكتور تفضل. يعني طبعا انت عم تحكي عن الوحدة العربية يعني او الاحساس العربي، لما نتحدث عن الاحساس العربي يعني وكأننا نتحدث عن فكرة القومية العربية بحد ذاتها. فاذا هاني قضية الاحساس بالعروبة، هو احساس موجود ما في شك لا نستطيع انكاره، ولكن لم يصل بعد يعني هذا الإحساس إلى مستوى توحد المجتمعات العربية في كيان مجتمعي واحد. يعني الروحية الانقسامية لا تزال موجودة، يعني عملية الارتقاء إلى مفهوم الدولة القوية التي تتكون من مركز ومن أطراف، وهناك نوع من الشد ما بين المركز وبين الأطراف لم نصل إليها حتى الآن. لذلك أنا لا أجد أن هناك أي يعني إشكالية بين قضية الانتماء إلى المفهوم العروبي وبين الإحساس بالمنطق العشائري أو المنطق الطائفي أو المنطق يعني أي نوع من أنواع أو المذهبي مثلا، لأننا في الحقيقة وكواقع وكعلم سياسي المجتمع العربي لم يصل بعد إلى مستوى مفهوم الدولة المعاصر. طيب سنتحدث أكيد في المحور الثاني عن الدولة، لكن أشكرك على نقاط مهمة أثرتها حتى أبني عليها وأسأل الأستاذ زهير في لندن. يعني ثمة من يقول هناك رؤية بين النخب العربية وبين المفكرين والكتاب بأن الهوية العربية هي ما هي إلا وهم يعيشه العرب، بدليل
أن الهوية في الأصل ينبغي أن تصنعها النخب، ينبغي أن يصنعها المجتمع بكوادره وقواعده، أما في الحالة العربية فأن الدولة أو الحكومة تقول لكم تقول هذه هويتكم فالزموها واتبعوها، وهذا أثمر التباسا في تحديد مفهوم الهوية، لاحظنا شيئا منه فيما قاله ضيفنا الكريم من طرابلس الدكتور أسامة كبرة حينما ربط الهوية بالقومية، والأمر قد لا يكون كذلك، فما تعليقكم أستاذ زهير؟ حياكم الله. يعني أنا بالمقدمة الأولى عندما المداخلة الأولى قلت بأن العرب لم يصلوا، أو المجتمع العربي، دعنا نتكلم عن المجتمع العربي بكل تركيبته، لم يصل حقيقة إلى ما يسمى يعني منحنى الأعلى في الخط البياني لعصر النهضة، سمينا عصر النهضة ولكن نحن كنا دون أن نصل إلى هذا أو هذا الأفق الذي كنا نطمح إليه. بالنسبة للوعي الذات على المستوى الجماهيري، يعني لن أختلف كثيرا مع الزميل الذي تحدث من لبنان، لكن أنا أقول، وأنا من مواليد يعني النصف الثاني من القرن العشرين وعايشت الواقع المجتمعي والسياسي بكل أبعاده، يعني أقول بين الخمسينات والستينات وبين ما نعيشه اليوم، أنا أشعر أن هناك نقوصا، والزمن هو عامل من عوامل التقدم، ولكن على المستوى العربي بالذات هناك حالة نقوص ليست فقط من صناعة الأنظمة أو من صناعة النخب، وإنما النقوص، نقوص الوعي أنا أتكلم، يأتي أيضا على مستوى جماهيري متوسع، وهذا الذي يخيف، وهذا الذي يجب أن يخيفنا أكثر. يعني ما يقال اليوم في وسائل الإعلام العربية عن قضايا عربية، عن حقائق عربية، عن مصالح عربية، ما كان الكثيرون يجرؤون على التفوه به في الخمسينات أو في الستينات وحتى مطلع السبعينات. الحالة التي نتحدث عنها أنه نحن ما زلنا عشائر، لا، نحن عندما كنا، وأنا عايشت هذا وأتكلم عن بحالة اجتماعية، عندما كنا في مطلع أو في الربع الثالث من القرن العشرين لم نكن بهذا الانتكاس، كان عندنا حالات طائفية وعندنا حالات يعني منحطة عن أفق دولة، ولكن لم يكن عندنا مثل هذا الانهيار الذي نشهده اليوم. الذي نشهده اليوم أن هناك انتكاس على كل المستويات في الحالة المجتمعية، على مستوى الوعي، على مستوى الإدراك، على مستوى الموقف، ثم في المواقف النخبوية التي يمثلها خطيب الفضائية وخطيب المنبر في المسجد ورئيس الوزراء ورئيس الدولة والنظام الحاكم، كل هؤلاء يمثلون حالة منتكسة الآن نحتاج إلى مخرج منها. الطائفية التي تغولت علينا منذ 1980 تقريبا بشكل لم نكن نتصوره، أنا من مدينة اسمها حلب يتعايش فيها، ولم نكن نشعر في أي لحظة من اللحظات، عندنا يعني عندنا من كل الأديان ومن كل المذاهب في هذه المدينة، لم نكن. الآن أنا شخصيا لو قلت لي أنت عندك تحسب طائفي، نعم، لأنه الإنسان بعد أن يلدغ مرة ومرة ومرة لا بد أنه يخاف ولو من مزعة اللبن، نعم، أنها تكون سما. فالقصد هناك حالة ارتكاس، انتكاس على هذه المستويات في مستوى وعي الهوية. أنا أرجعت هذا لسببين، أسباب جوانية حقيقة بينا نحن المسؤولين عنها وليس الشيطان الرجيم. نعم هناك عوامل خارجية، يعني أنا أتذكر يعني ماذا أراد بريمر عندما جاء إلى العراق وطرح مصطلح العرب السنة، هل هذا مصطلح يطرح في عالم السياسة أو أنه صنع وعلب واستثمر فيه وجاء لكي يمزق العراق بالطريقة التي تمزق بها؟ ماذا أراد لافروف مثلا عندما قال لن نسمح لأهل السنة أن يحكموا سوريا؟ هذا رئيس دولة، وزير خارجية أكبر دولة في العالم، يتكلم بهذا المنطق الطائفي، هذا المنطق، نعم، الطائفي الذي قاله بريمر والذي قاله لافروف له ارتداداته المجتمعية الشعبية الجماهيرية، وبالتالي نحن نعيش في هذه الدوامة حتى هذه الساعة. طيب، نعم، انطلاقا من هذه الدوامة، لو سألتك دكتور أسامة في طرابلس، يعني هذه الانتكاسة
أو النقوص كما سماها ضيفنا من لندن في مسألة إدراك الهوية، والهوية ليست بدعا من العرب، وإنما فرنسا وإنما الصين واليابان وحتى بريطانيا، كل هذه دول تقاتل من أجل الحفاظ على هويتها. هذه الانتكاسة في الوعي بمسألة الهوية عند العرب ماذا يعني على المدى المتوسط والبعيد، سواء على المستوى السلبي أو الإيجابي؟ يعني هي الحقيقة الانتكاسة أو النقوص كما ذكره الزميل العزيز، الحقيقة يعني أنا أعتبره ردة فعل لفكرة الوحدة العربية أو الشعور العربي الذي ذكرته حضرتك. ولكن هذا النقوص وهذه الانتكاسة كما قلت بأنها ردة فعل نتيجة للخطاب السياسي العروبي الذي حاول أن يوحي للإنسان العربي بأن هناك قومية عربية ومجتمع عربي وأمة عربية واحدة. ولكن عمليا إذا أخذنا المسار التاريخي يعني من 1400 سنة وحتى الآن ويمكن قبل 1400 سنة لا نجد هذا يعني قد يكون هناك شعور ولكن ليس شعورا توحيديا وإنما شعورا انقساميا. يعني الإنسان العربي يتباهى بذاته، يتباهى بأنه إنسان عربي ويسمي الآخرين بالعجم، هم العرب نحن العرب وهم العجم. ولكن هذه يعني لم تعطي أي تأثيرات أو أي ثمار فيما يتعلق بالتجمع والتلاقي والتوحد في عند الإنسان العربي بما ينتج عنه من تشكيل هوية متكاملة لهذا الإنسان العربي. يعني حتى يعني إذا تتبعنا المرحلة التاريخية لفكرة الشعور العربي حقيقة هو حسب ما تشير إليه الدراسات بأنه هو ردة فعل لحركة التتريك والحركة الطورانية في تركيا في نهاية أو في أواخر الدولة العثمانية. يعني الطلبة العرب في باريس، والغريب أنه الشعور بالفكرة العلوبية أساساً نشأت في أوروبا ولم تنشأ في داخل العالم العربي. يعني التلاميذ أو الطلبة الذين كانوا يدرسون في أوروبا باريس وفي مصر، في مصر عندما حدثت الهجرة من بلاد الشام إلى مصر. نعم لا، ولكن يعني في عندك تجمعين أو مؤتمرين في سنة 1907 الطلبة العرب اجتمعوا في باريس وتحدثوا عن فكرة الشعور العربي والقومية العربية والإحساس العربي. وبالنسبة لمصر، مصر لم تشارك، الطلبة المصريون لم يشاركوا في هذا الاجتماع. الشاميون ثم عقد، المصريون لم يشاركوا. نعم المصريون لم يشاركوا. كذلك في سنة 1913 عندما دعي إلى مؤتمر للحديث عن العروبة والأمة العربية الواحدة وحاولوا أن يضعوا حدودا سياسية لهذه الأمة اختلفوا، حاولوا أن يضعوا قواسم مشتركة لهذه الوحدة العربية اختلفوا، وقاطعها المصريون رغم أن الطلبة العرب حاولوا الضغط على المصريين لكي يشاركوا في هذا الأمر، لأن الشعار في مصر كان وقتها مصر للمصريين. فإذا هذه قضية الإحساس بالهوية العربية هي حتى الآن أنا بنظري هي مفهوم هلامي أو مفهوم غير واضح وغير دقيق. يعني نعم. كلنا نتحدث معه، ولكن قضية تحديد المفهوم بأبعاده الصحيحة وأبعاده المدروسة غير موجود. هو عبارة عن مشاعر، عن أماني، عن رغبات، ولكن على مستوى الواقع وعلى مستوى التاريخ لم يترجم ولم يجسد إلى وحدة تتلاقى فيه أهواء العالم العربي كله عمليا. أنا أقول عمليا وليس كلاميا، كلاميا فينا نحكي قد ما فينا، ولكن على المستوى الواقع اضرب لي مثل يا أخي الكريم، اضرب لي مثل أي دولة عربية تقبل أن تتوحد مع دولة عربية ضمن مفهوم العروبة؟ هل السوداني يقبل أن يتوحد مع مصر وكان في شيء اسمه وحدة وادي النيل؟ هل يقبل اللبناني أن يتوحد مع سوريا؟ هل يقبل العراقي والسوري أن يتوحدا وهم بؤرة القومية العربية والإحساس العربي أساساً؟ هل تقبل الجزائر أن تتحد مع المغرب؟ هل تقبل الكويت أن تتحد مع العراق؟ يعني هذه مشاعر حول قضية الهوية العربية شيء جميل، ولكن في الحقيقة لم تترجم عملياً بشكل أنه هذه الأمور رغم كثرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، ولكن يبدو أن الدراسات يعني تقفز دائماً في عالم افتراضي وتتحدث عن شيء افتراضي، ولكن الواقع
يدل على أن هذه الأمور لم تبلغ إلى حد الوعي الذي نعم تحدث عنه أستاذنا، وهذا الوعي أساسا لا يتشكل طيب إلا من خلال تحقيق إنجازات، انتصارات، نهضة دكتور حديثة أسامة، إلى ما هنالك. من جديد تطرح نعم نقاطا مهمة أشكرك عليها، وقدنا مباشرة بعد الفاصل لنتحدث عن العلاقة بين ثلاثي المصطلح الدولة والحرية والهوية. وقفة قصيرة ومن ثم عودة لمواصلة الحديث. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الأولوية العربية بين الهوية والحرية. أستاذ زهير، أزمة الأقليات في الوطن العربي يعني خلقت تماسا مع مسألة أو إشكالية الهوية في هذه المنطقة العربية. شاهدنا انفصال جنوب السودان، وشاهدنا محاولات للانفصال في شمال العراق عن العراق، وهناك محاولات حديثة في شمال شرقي سوريا لتشكيل كانتون أو جسم انفصالي بشكل أو بآخر. هل المشكلة كانت في البعد القومي الذي صاغته الحكومات والنخب العربية لمفهوم الهوية العربية، أم المشكلة كانت دستورية وممارسة سياسية أنتجت لنا هذه الإشكالات وهذه الانفصالات؟ طبعا دعنا نقول المخرج القائم هو ناتج عن يعني شبكة من العوامل، وقد تكون هذه العوامل بحد ذاتها معقدة. فكرة تفتيت العالم العربي استراتيجية عند قوم آخرين، يعني أنا أحترم ما قاله الزميل من بيروت أنه العرب لم يستطيعوا أو النخب العربية لم تستطع أن تبلور تصور عن حالتها القومية والهوية غير الدولة. إذا ما استطعنا أن نشكل دولة، أنا عندما أسمع بالخبر أن هناك مصيبة في العراق أو مصيبة في تطوان أو يعني كبشر عندي شعور مختلف، يعني أشعر أن يعني إذا أصاب يعني إذا اشتكى منه عضو أشعر بهذا الشعور، الوحدة الشعورية. أو هذا هو جوهر الهوية الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة أستاذ. أيوة. تفضل. لذلك أنا أميز بين الهوية التي هي شعور وبين الهوية التي يمكن أن تتمثل في دولة، كما فعل في يوم من الأيام كافور في إيطاليا وبسمارك في ألمانيا ووحدوا دولهم ووحدوا أممهم. لكن الآن أنا سأعود إلى سؤالك لأنه مهم. هناك شبكة من العوامل الحقيقة الداخلي والخارجي المتعانق الذي يصنع هذا الذي تتحدث عنه، يعني ثورة، دعني أضرب لك مثلا بحجم الثورة السورية، تهجر فيها ثلثي الشعب السوري تقريبا، وإذا قلنا من هوية واحدة معناتها 80% من أبناء تهجروا، ومع ذلك العالم يتفرج ويدعم الطرف الذي نسميه نحن ظالما، بينما نجد مشروعات أخرى أقل من حيث المنطق السياسي والمنطق الحقوقي والمنطق العدلي، يعني أقل يعني مظلومية، دعني أقول أقل يعني حقوقية، ومع ذلك تتبناهم دول تنفق عليهم وتعطيهم وتغذيهم وتدعمهم وتجعل منهم دول يقفون على أرجلهم. جنوب السودان ما كان لينشق لولا أن هناك عوامل داخلية، وأنا دائما لا أريد أن أنفي العوامل الداخلية، عوامل داخلية وعوامل خارجية، وقد يكون التمثيل بجنوب السودان يعني
هو الأكثر فقاعة، لأنه جنوب السودان نحن نعرف أن السودان مساحة كبيرة وأن الخليط السكاني فيه مختلف. مثلا عندما نتحدث كما ذكرتم شمال شرق سوريا، شمال شرق سوريا النسبة اليوم التي يريد الأمريكان أن يجعلوا لها دولة أو أن يمكنوها من الناس سكانيا لا تطلع 20% من السكان، ومع ذلك هناك إرادة دولية. لا نستطيع هنا أصبحنا نتواضع، لا نستطيع أن نتصدى للولايات المتحدة الأمريكية، لا نستطيع أن نتصدى للغزو الروسي القائم على الأرض السورية. ما حصل في العراق وما زال قائما في العراق حتى الآن منذ أن احتل العراق هو مثل آخر. إذن نحن أمام عوامل خارجية، ولا أريد أن أنفي العوامل الداخلية، ضعف وعينا، قلة حيلتنا، نخبنا المتخلفة إلى حد كبير، كل هذا ساهم في الحالة التي نراها، حريتنا وبالتالي انتماؤنا وبالتالي يعني عدل الذي يجب أن يشملنا جميعا، هذه مطالب متوازية. لا يمكن أن نضع هذا في كفة وهذا في كفة ونقول للناس الحرية أو الهوية. يعني هذه الثنائية أنا أعتبرها ثنائية ظالمة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال. جزاكم الله. طيب دكتور أسامة، يعني الدول العربية أو الشعوب العربية أو الشعب العربي لم ينتظموا يوما في دولة جغرافية، أو على الأقل في العصر الحديث، في إذا ما اعتبرنا أنهم انتظموا في الخلافة العباسية مثلا أو الأموية، لم ينتظموا في دولة عربية واحدة، وإنما هم في 22 دولة. عدم الانتظام هذا ربما ساعد في عدم توحيد نظرة العرب إلى قضية الهوية. هل هذا الواقع أدى إلى الالتباس ما في مسألة العلاقة بين الدولة والحرية والهوية؟ يعني الحقيقة ذكرت ثلاث عوامل هي قوية ومتداخلة، بحيث أنه يصعب الإجابة بجانب من الجوانب التي ذكرت حضرتك. يعني هلأ نحن قضية أنه وجود 22 دولة، هذا يعني أسهم في عدم توحيد فكرة الهوية العربية عند الشعوب العربية كاملة. ولكن أنا باعتقادي أن هناك طبعا أسباب داخلية وأسباب خارجية، وأنا حقيقة أشعر بحيرة عندما أعيد السبب إما إلى العامل الخارجي أو إلى العامل الداخلي، لأن العوامل الداخلية كبيرة وكبيرة جدا، يعني منها الجهل، عدم التعليم، عدم العمران، عدم وجود وسائل مواصلات تربط ما بين المناطق في المجتمعات العربية، سواء على مستوى كل مجتمع لوحده أو على مستوى شبكة تربط ما بين الدول العربية كاملة. وكل هذا يجعل من فكرة الهوية الحقيقة قضية فيها جدل. يعني هلأ عفوا إذا ذكرت شيء معين، أنه الهوية العربية بمفهوم المشرق العربي غير مفهوم العروبة بمفهوم المغرب العربي، ومن خلال القراءات يتبين أن الإنسان بالمغرب العربي يشعر بحساسية تجاه الإنسان العربي، لأن الإنسان العربي في المفهوم الشرقي يعتبر أنه هو الأصل والبقية تبع له، والعكس يمكن بالعكس. فإذا قضية الهوية ليست فقط نابعة من أنه وجود 22 دولة، ولكن أنا باعتقادي أن هذه الفكرة لم تخدم بشكل جيد، وهذا نابع من النكسات الكبيرة والانتكاسات الشديدة، لأنه نحن دائما نبني على النموذج الناجح لكي نؤسس فكرة إيديولوجية أو فكرة نستطيع أن نتبناها. ولكن في عصر الهزائم، لما بيكون في هزائم ولما بيكون في انتكاسات ولما بيكون في انهيارات، لا نستطيع أن نبلور هوية ذات بعد ناجح. فهاني قضية مثلا أنا أربط هذا الأمر بقضية الأقليات اللي ذكرتها في سؤالك، يعني أنه مثلا نتيجة الوضع المتأزم العربي ظهرت مشكلة الأقليات، علما أنه أنا قناعتي الذاتية أساسا الأقليات هي التي تحكم العالم العربي قبل الانتكاسات الأخيرة التي شهدها العالم العربي. ومع ذلك نقول أنه عادة بالمفهوم السياسي حتى الأقليات متى تتحرك؟ الأقليات تتحرك عندما تضعف الدولة وتضعف مركزية الدولة، لأن الدولة
تصبح غير قادرة على خدمة الشعب بمختلف فئته، وبالتالي طالما لا يكون هناك كفاية عند مختلف الفئات التي تشعر بأنها لم تعد تتحمل، تفكر بفكرة الانقسام وتعود إليها النزعة القومية والنزعة الشعوبية والنزعة العنصرية والنزعة المذهبية. يعني كل هذه الأمور ترجع وتصبح فكرة الروحية الانقسامية هي موجودة. أما بالنسبة أنه حضرتك قلت لي مثلا أن العرب حاليا لم يتحدوا، ولكن أيام الخلافة العباسية اتحدوا. أخي الكريم، يعني بدنا نكون شوية دقيقين في هذا الموضوع. الخلافة العباسية يعني ينطبق عليها مفهوم الخلافة الإسلامية أكثر مما هي بالمفهوم العربي. يعني الجاحظ، وهو الذي عاش في الدولة العباسية، كان يقول: كانت دولة بني أمية عربية أعرابية، وكانت دولة بني العباس فارسية أعجمية. يعني العباسيون لم ينتهجوا سياسة عربية، بالعكس كان الساعد الأيمن لأنه الفرس ثم الترك. فإذا القضية ليست قضية فكرة عربية تتجسد في دولة بالمفهوم التاريخي. أما بمفهوم المشاعر أستاذي الكريم اللي ذكره، طبعا أنا أشعر يعني أي إنسان يحصل معه مشكلة في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في المغرب العربي، طبعا أشعر بحزن شديد، ونحن كلنا نعيش حالة الإحباط. ليش نعيش حالة الإحباط؟ مش لأنه فقط في لبنان هناك مشكلة كبيرة، ولكن أشعر بالإحباط في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي مصر وفي أي بلد عربي نشعر بالإحباط الكبير. بس هذه المشاعر بنعم قالك أنه لا، يعني مشاعر تبقى وستستمر، ولكن من حيث الترجمة العملية لمفهوم الهوية، أنا بنظري منو عم يحقق هذه الترجمة العملية التي تحقق كيانا ملموسا قائما يجمع العرب حول هدف واحد وثقافة عربية واحدة وإحساس بالفخار بهذا العنصر العربي أو بهذه اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، إلى ما هنالك. طيب، يعني هذه المشكلة بين الجانب النظري وبين الجانب العملي. وضحت الفكرة. أنا هنا أريد أن أعود للأستاذ زهير في لندن لأتوقف مع ما قاله بأنه لا ينبغي أن يكون هناك مقارنة بين الحرية والهوية، وهذا كلام دقيق حقيقة، لكن الواقع الذي تعيشه المنطقة العربية هو واقع غير عادي، وبالتالي طرح هذا السؤال على ملأ من النخب ووسائل الإعلام. لذلك نحن نعالجه اليوم انطلاقا من حاجة الإنسان العربي في هذه المرحلة الدقيقة وغير العادية من تاريخ العرب. ما الحاجة الأساسية التي ينبغي أن يحصل عليها الإنسان العربي؟ هل بالدرجة الأولى حماية هويته وتشربها وتدعيمها في ظل ما يقال عن أن هناك محاولات لمحو الهوية العربية في عصب وقلب المنطقة العربية، وتحدث عن بلاد الشام أو سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق، أم الأولى الآن في هذه المرحلة هو اكتساب الحرية وانتزاعها؟ يعني بكل الموضوعية أنا أقول ليس يعني طرحكم في مكانه وسليم، وهذا التحدي قائم. يعني تصادر الديمقراطية من العالم العربي لأن نتائج صندوق الاقتراع تعبر عن هوية. ما حصل في مصر هذا هو بالتأكيد، لو أن المصريين انتخبوا شخص يعني على النماذج التي تعجب الدولة الفلانية والدولة الفلانية، ما كان أحد دعم الانقلاب وكان عندهم دكتاتور محبوب. نحن أمام حالة، أنتم تطرحون قضية فعلا هم يقايضون، يقولون إذا ذهبتوا إلى صندوق الاقتراع وانتخبتم النخب أو الشخصيات أو الأشخاص أو الذين يوالوننا ويخدموننا فسنعطيكم حق الانتخاب، وإذا لم تفعلوا ذلك وانتخبتم من يمثلكم وليس من يمثلنا، هذا لسان حال العالم الخارجي، إذا انتخبتم من يمثلكم وليس من يمثلنا فسوف نحرمكم من حق الانتخاب وسوف نضعكم تحت إمرة أمراء وحكام من هذه الأنظمة التي تحكمنا. أنا لا أعترض على الطرح كطرح ومناقشة. واضح أستاذ زهير، واضح، يعني أن النقطة التي طرحتها أنت مهمة حتى تبين. نحن المعنيون بهذا يجب ألا نذهب مع يعني أعدائنا إلى حيث يريدون أن يأخذونا. الحرية حق من حقوقنا،
أن نعيش بعدل ومساواة حق من حقوقنا، وأن بالتالي نستمتع بانتماءاتنا. أنا أقول يعني إذا عجزنا عن أن نصنع دولة على خلفية الهوية، الهوية تنبت. أنا ميزت بين نوعين، ثمة هوية تلد معنا، الهوية الإجبارية تلد معنا عندما يعني تلدنا أمهاتنا، وهناك نوع آخر من الهوية نكتسبه في العيش في مجتمعاتنا التي نحن منها. هذه الهوية موجودة، أحيانا تكمن، أحيانا تضعف، أحيانا بعض الناس يزيفها متعمدا ليتاجر بها، وهذا يحصل. ولكن الهوية حقيقة قائمة، يجب ألا نقبل المقايضة، يجب ألا نقبل المقايضة على حق من حقوقنا الأساسية، أن نستمتع بهويتنا الذاتية والكلية العامة وليست الهويات. يعني هل كان في الخمسينات ويستطيع أي زعيم دولة أو مسؤول في دولة أن يخرج ويقول مثلا حلب أولا أو دمشق أولا أو لبنان أولا أو سوريا أولا؟ هذا الشعار أصبحنا يعني أصبح يطرح، وصحفيون وكتاب وكل قطر يقول أنا أولا. هذا لم يكن مقبولا عندما كنا نعيش في الخمسينات والستينات. فقط فكرة صغيرة، نجح العرب، نجحت الجماهير أنا أقول في إنشاء وحدة عربية متقدمة في سنة 58، الذي أجهز عليها أمور كثيرة، لن أقول الاستعمار، حتى سوء الإدارة التي نشأ عن هذه الوحدة هو الذي أجهز عليها، تخلف كثير من النخب عن مواكبة مشروع الوحدة هو الذي أجهز عليها. الوحدة لا تعني أن يضحي قطر لمصلحة قطر، الوحدة أن نجتمع ويخرج الجميع مستفيدين من هذا الاجتماع، وهذا الذي علينا أن ننجزه الآن لكي يتوحد الكويتي مع العراقي مع السوري مع المصري مع اللبناني. أنا أذكر وأنا ابن الأربعينات وفي الخمسين حصل مشكلة في لبنان، كان في رئيس اسمه كميل شمعون، ما زلت أحفظ اسمه، وعندما تغول بعض الناس على أهل طرابلس، أهل طرابلس رفعوا العلم السوري، وما زلت أذكر هذا تماما لأنهم يحنون إلى أن يعود الفرع إلى أصله. فهذه الحالة لا يمكن أن نحن أن يعني نطمرها بالتراب ونقول غير موجودة، هي موجودة، هي قائمة. يجب علينا، وهنا الخطاب للجماهير التي تستمع إلينا، يجب علينا أن نتمسك بكل حقوقنا، وبالتالي أن نكون في مستوى من الوعي، ننفي عن أنفسنا أخطاءنا الذاتية. يجب أن لا نسمح لهؤلاء الذين يريدون أن يجهروننا إلى مستنقعات الطائفية والعشائرية والتخلف، و يجب أن لا نسمح لهم أن يفعلوا ذلك. نحن أمة لها تاريخها. يعني كذلك من المزاوج أنه نتحدث عن كيان أمبراطوري كان كما يقال، ونحن الآن نتحدث عن إطار دولة حديثة. فقط الفكرة الأخيرة، حتى أبقي لك وقت أعود إليك لأختم معك، يعني بقي القليل من الوقت إذا تأذن لي أستاذ زهير سأعود إليك. فقط 10 ثواني. تفضل. الفكرة القومية عندما غرست في الشام وفي غير الشام في مصر كانت قد أصبحت كما يقولون موضة عالمية في كل العالم. كان أوروبا خرجت من حروبها الدينية لتتلبس الثوب القومي، وبالتالي أصبحت جزء من يعني المستهلك العالمي. شكرا لك. عفوا دكتور أسامة، يعني الملاحظ الآن الذي يتابع ما يجري في المنطقة العربية، هناك تداعي لمفهوم الحرية والهوية على لسان النخب وحتى على لسان العامة بين الناس. هناك تركيز على قضايا محلية، الذي يتابع وسائل الإعلام السورية العراقية المصرية اللبنانية يركز على هنا يلاحظ التركيز الشديد على القضايا الوطنية التراثية القديمة المرتبطة باللهجة المحلية المرتبطة بالعادات في الحي والحارة وإلى آخره. هذا التركيز كان على حساب قضايا مهمة وجوهرية وكبرى مثل الحرية والهوية والعزة والكرامة التي رفعت شعارات في الانتفاضة العربية. هل يفهم من هذا الكلام أن العرب دخلوا في مرحلة التيه فيما يتعلق بنظرتهم إلى الحرية والكرامة والهوية؟ يعني أنا الحقيقة أبني على الكلمة الأخيرة التي ذكرت، لأن هذه قناعتي بالحقيقة، وهو أن العرب دخلوا مرحلة التيه حقيقة. نحن الآن في مرحلة التيه، يعني إذا نلجأ لهذه الكلمة، كلمة التيه يلي أخذت أساساً من القرآن الكريم وقصة بني إسرائيل، عندما رب العالمين قال لموسى
عن بني إسرائيل فتيه 40 سنة. المفسرين كثير وحتى ابن خلدون ذكر أن هذا التيه أساسا المقصود فيه والحكمة الربانية منه قيام جيل جديد، لأن الجيل الذي جاء مع موسى جيل من العبيد، جيل من الأتباع، جيل من الأذلاء. هذا الجيل لا يستطيع أن يقيم أمة ولا أن يقيم دولة، لذلك تاه في الصحراء بحكمة ربانية لكي يقوم جيل جديد لم يشعر بالعبودية أساسا. يعني مشان هيك أنا أوافقك على هذا الرأي حقيقة. أما بالنسبة للارتداد إلى القضايا المحلية واللهجات المحلية إلى ما هنالك، أنا بنظري هذا تحصيل حاصل بغض النظر نحن نوافق عليه أو لا نوافق عليه، ولكن إذا كنت أنا أعيش في ضمن في بيت والرصاص يطلق في الشارع عندي، أنا لن أفكر مثلا في أي دولة عربية أخرى، لأن الخطر يداهمني هنا، وبالتالي أنا أهتم ببيتي قبل أن أهتم ببيوت الآخرين. يعني هذا شعور إنساني لا نستطيع أن نتخطاه. وأنا أرجو أن لا يفهم كلامي أني أنا إنسان يعني أرتد إلى الجزئيات أو إلى الواقع الضيق بالمفهوم العربي أبدا، ولكن الواقع هكذا يتحدث، هذا هو الواقع الذي نعيشه حقيقة. أما ماذا يعني هذا على المدى على المدى المتوسط؟ ماذا يعني هذا الارتداد إذا ما اتفقنا على التسمية؟ أنا بنظري هذا دلالة الضعف ودلالة السقوط في المستنقع الذي نعيشه. يعني العالم العربي يعني للأسف ما فقد هويته، ولكن حتى فقد وجوده. يعني العالم الغربي حاليا يقول مثلا ليبيا، لم يعد هناك شيء اسمه ليبيا. العراق لم يعد شيء اسمه العراق. لبنان لم يعد شيء اسمه لبنان. يعني حتى الكيانات السياسية أصبحت موضع شك في الخريطة السياسية الدولية. يعني هذا للأسف هو الذي نعيشه. وبالتالي طبعا عم نفكر بالزواريب وعم نفكر بالأحياء وعم نفكر بالأمور المحلية، ليس لأننا نحب التفكير فيها، ولكن لأن الواقع الضاغط علينا يجبرنا أن يكون أفق التفكير عندنا بهذا المجال. أما في نقطة الحقيقة أنا بحب أحكي فيها لو سمحت لي أستاذي الكريم، تفضل. وهو السؤال الأساسي اللي ركزت فيه عن قضية أنه الأولوية لمن، للهوية أم للحرية؟ أنا بصراحة قضية الهوية أعتبر تحصيل حاصل، إذا كانت على مستوى المشاعر فلا خوف عندي من غياب الهوية، رغم أنه يتحدثون عن الشرق أوسطية، ولكن طالما أن هناك ثقافة عربية وطالما أن هناك قرآن كريم، فالقضية صعب أن تلغى فكرة الهوية بمفهوم المشاعر وفكرة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يعني هذه قضية أنا بعتبرها مفروغ منها واتفق عليها. طيب. ولكن الناحية الثانية اللي أنا أريد أن أتحدث فيها باختصار حقيقة، لأنه أدركنا الوقت أستاذ دكتور. الحرية، إذا خيرت بين الهوية وبين الحرية أنا أختار الحرية، لأن الإنسان العربي مشكلته الأساسية هي في الحرية وليس في الهوية إطلاقا. جميل. نحن تحدثنا في القرن الماضي كله عن الهوية. طيب وضحت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة. يعني وعلي أن أعترف لك أنني قبل أن يعني أن أدير هذه الحلقة كنت أشعر ببعض التشاؤم من مستقبل العرب فيما يتعلق بهويتهم، وعندما استمعت إليك أدركت أنني كنت أقل تشاؤما من الآن وأنت تقول كلاما واقعيا. أتحول إلى لندن لأسأل أستاذ زهير، يعني لو بنينا على أن الأصل الآن التركيز على الحرية قبل الهوية كما قال الدكتور أسامة من طرابلس، هل يمتلك العرب في دقيقتين من فضلك مفهوما واضحا ومحددا للحرية باعتباره في الأدبيات السياسية والفكرية مفهوما شائعا عاما؟ يعني هو المفهوم الحرية كذلك مفهوم نسبي لدى الدول ولدى الشعوب، وطبق الحرية المطلقة، ليست هناك دولة فيها حرية مطلقة بأي معنى من المعاني. المعاني النسبية للحرية، نحن في العالم العربي نستشعر الشوق وبل ندخل مشروعات المقاومة طلبا للحرية السياسية التي هي يعني أول ما حرمنا منه. بالتالي الحرية السياسية قد تكون هي الأساس في العالم العربي وليس في عالم آخر، قد تكون هي مبذولة في عوالم أخرى أكثر، الحرية الفكرية، الحرية الاجتماعية، كل هذا يعني حلقات متضامنة. أنا أؤمن بأنه الحرية والهوية وكل القيم الأساسية حلقات سلسلة متينة، لن نكون أحراراً إذا تنازلنا عن ذاتيتنا عن هويتنا. نعم. وعندما نعطى حرية
مشروطة بالتنازل عن ذاتنا. يعني أنا فقط أقول لن يبقى قرآن ولن تبقى عربية، وسلام موسى كتب اللغة العربية بالحرف اللاتيني، وخرجنا وكنا سنخرج من هذا العالم مجردين من كل شيء، وما زالوا يعملون على هذا المشروع. الحرية بدون هويات هي لحم مسموم لا يجوز أن يخدعنا بأي حال من الأحوال. أنا لا أرفض، بل أعتبر الحرية مطلب والهوية، الحفاظ على الهوية مطلب، مطلب متوازي مقترن، لهما نفس الأهمية. وعلى كل أبناء الأمة العربية أن تحذر من مضغة اللحم المسمومة التي تقدم إليه. وأنا كذلك علي أن أحذر من نهاية الوقت وتجاوز الحدود المفروضة لي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. وشكر موصول الأستاذ أو الدكتور أسامة كبارة من طرابلس عبر سكايب، رئيس مركز التنمية البشرية ودراسات الشرق الأوسط. كل شكر لكم مشاهدين الكرام، دمتم في حراسة الله.